أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. جمود في مسار المفاوضات بين ميليشيا الحوثي والسعودية، إضافة إلى تعثر الجهود الأممية والدولية في التوصل لاتفاق لتجديد الهدنة والدخول في عملية سياسية لإنهاء الأزمة. وسط ذلك تهدد الميليشيا بالعودة إلى التصعيد العسكري مع الدفع بتعزيزات وآليات عسكرية مستحدثة أو مستحدثة تحصينات ومتارس على طول خطوط التماس بجبهة الجدافر وقشعان شرق مديرية الحزم بالجوف. في المقابل يكتفي الرئاسي والحكومة بمطالبة المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على الحوثيين للتعاطي مع جهود السلام، فيما لجأ المبعوث الأممي هانس غرونبرغ إلى الصين راعية المصالحة السعودية الإيرانية لعرض جهوده في إحياء السلام وأهمية تماسك وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها من زاويتين. في ظل تعثر الجهود الأممية وتهديدات الحوثيين، هل ستعود الأوضاع إلى نقطة الصفر؟ وهل باتت الحكومة تدرك خطورة المرحلة القادمة في ظل تشظي صف الشرعية؟ قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا، نذهب لمتابعة هذا التقرير. تهديد حوثي بالتصعيد وسط جمود في مسار المفاوضات بين الميليشيا والسعودية مع تعثر الجهود الأممية والدولية في التوصل لاتفاق لتجديد الهدنة. ميليشيا الحوثي هي الأكثر تحركاً على الأرض، وتبدو مستعدة أكثر من أي وقت مضى لخوض مرحلة جديدة من القتال. في الجوف دفعت الميليشيا بتعزيزات وآليات قتالية متنوعة إلى الجبهات شرقي المحافظة، مستحدثة تحصينات عسكرية على طول خطوط التماس بجبهة الجدافر وقشعان شرق مديرية الحزم. هذا التحشيد يتزامن مع تنفيذ الطيران المسير الحوثي عدة غارات على مواقع الجيش خلال الأسابيع الماضية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية. الطرف الآخر، مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، يعيشون حالة من الاضطراب والخلافات البينية، ومقابل التصعيد الحوثي اكتفت الشرعية بمطالبة المجتمع الدولي بمزيد من الضغوط على الحوثيين للتعاطي مع جهود السلام. أما المبعوث الأممي غرونبرغ، بعد أن فقد البوصلة في دول الإقليم، اتجه نحو الصين يعرض الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وأهمية استمرار وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن، خاصة بعد أن علقت الآمال بانفراجة عقب التصالح السعودي الإيراني برعاية صينية. الحرب الاقتصادية جزءا أيضا من تصعيد ميليشيا الحوثي، فبعد قصفها لموانئ التصدير بحضرموت وشبوة، تستبدل الغاز المنزلي القادم من مأرب بالمستورد، وتعمل على تأهيل ميناء رأس عيسى كبديل في حال جرى أي تضييق على ميناء الحديدة. ما بين تذبذب الموقف الإقليمي والدولي وتشظي الشرعية وتصعيد ميليشيا الحوثي في الميدان، يتعقد المشهد السياسي في اليمن، وربما يذهب نحو فصول جديدة من الحرب. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي الخبير العسكري الدكتور علي الذهب، وأيضا معنا المحلل السياسي الدكتور ثابت الأحمدي. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ معك سيد علي. إذا بناء على المعطيات التي تم ذكرها، إلى أين تتجه الأوضاع؟ تحية لكم جميعا. في واقع الأمر هناك عدد من السيناريوهات، وهذه السيناريوهات يعني في مجموعها تشير إلى أن التصعيد هو أو المعركة أو استئناف الحرب مجددا هو أضعف هذه الاحتمالات حسب تصوري، وإن كان البعض يقول بأن عودة الحرب تلوح في الأفق، وهذا ما ينسجم مع ما تحدث به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ في حادثته الأخيرة، ولكن يبدو أنه متأثر بالمواجهة الحوثية إذا الأطراف الأخرى. ولكن أنا أقول أن الاتجاه العام لعملية السلام في اليمن محليا وخارجيا تدفع إلى أنه سيكون هناك تنازلات من قبل هذا الطرف أو ذاك، وقد تكون الحكومة
المعترف بها دوليا او التحالف هما يعني الطرف او الطرفين الاكثر استجابه للتنازلات، لا سيما ان الحوثي استغل الموقف المتراخي لهما لطرد المزيد من الاملاءات منذ اتفاق ستوكهولم وحتى الهدنه الراهنه. لذلك نقول ان التصعيد الذي يقوم به الحوثيون هو محاولة لفرض إرادة سياسية ليس إلا، ولكنه قد يحدث تقدم، قد يحاول يحدث تقدم ملحوظ كما هو حاصل الآن في الجدافر، محاولا تهديد محافظة مأرب أو مركزها أو على الأقل الاقتراب من نقطة حرجة ومهمة جدا وهي مطار مأرب الدولي من خلال عمليات سريعة خاطفة. وهذا بالطبع يعتمد نقطة دفاع لقوات الحكومية التي ربما أنها ستحول دون ذلك. نعم، إذن يعني كما ذكرت سيد علي أو دكتور علي بأن الاتجاه العام يدفع لعمليات السلام والتي لابد أن يقدم فيها أطراف معينة التنازلات. أنتقل إليك دكتور ثابت، هل الطرف الذي سيقدم هذه التنازلات هي الشرعية ومن خلفه التحالف، أم كيف تنظر أنت إلى هذه أو إلى هذه الأمور الآن الواردة على الساحة اليمنية؟ مرحبا بك عزيزتي والضيف العزيز والمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. في الواقع نذر الحرب لا تزال قائمة وأصابع الحوثي تحديدا لا تزال على الزناد. صحيح الحكومة اليمنية في حالة هدنة وملتزمة بالهدنة وساعية نحو السلام، وكذلك التحالف مهرول كذلك نحو السلام، وكلاهما مقدمان الكثير من التنازلات التي من الممكن أن تكون في صالح الشعب اليمني. لكن الحوثي حتى اللحظة لم يلتزم بمواثيق الهدنة أو لم يلتزم بما تعهد به أمام الرأي العام وأمام المجتمع الدولي من اللحظة الأولى، وهو يخترق الهدنة من اللحظة الأولى وهو يلقي بمقذوفاته وقناصته على الأطفال وعلى المواطنين في مناطق التماس منذ اللحظة الأولى، ولا تزال حتى لا يزال إعلامه حتى اللحظة هذه إعلام حرب لا إعلام سلم أبدا. وهذا جزء في الواقع من مزاجه النفسي ومن عقليته الحربية التي تنشأ عليها ولا يزال، لأنهم جماعة حرب وميليشيا حرب، ولا يمكن على الإطلاق أن تخضع للسلام وأن تقصر عليه إلا بالقوة القاهرة. لا يمكن أن يعني أن نستبشر كثيرا بالسلام وتجاه جماعة أساسا لا تؤمن بالسلام. هذه الجماعة حتى الآن إعلامها كما قلت يصعد بين الحين والآخر، و يعني جنودها او ما ليس التصعيد، نعم يعني التصعيد لم يقتصر فقط على الاعلام وانما هناك تحركات في الجوف الان. تحركات في الجوف وفي غير الجوف، يعني في على حدود تعز كذلك، يعني من اول يوم وحتى اللحظه هذه وحركتهم واسعه ونشطه جدا، وقد تم ضرب معدات ثقيله كانت تعمل في شق الطرق، يعني اهداف مدنيه خالصه تم ضربها من قبل جماعه الحوثي رغم اعلانها الهدنه، ومع هذا تواصل خروقاتها من اول يوم ولا تزال وستتواصل كذلك خلال الفتره القادمه ايضا. بالتالي هل تدرك الشرعية تدرك خطورة هذه المرحلة وأنه يتوجب المضي قدما سواء بالتصعيد العسكري باتجاه يعني أو بالضد من تحركات الحوثيين أو حتى بالاستمرار بالضغط فيما يتعلق بالمسار السياسي والضغط على الحوثيين بالتوجه إلى هذا المسار؟ حتما الشرعية تدرك المخاطر وهي تدرك الوضع تماما وتعرف عقلية الحوثي، ومن وقت مبكر يعني قدمت التنازلات لصالح الشعب اليمني، وقدمت التنازلات كذلك أكثر يعني بضغط من قبل التحالف من المجتمع الدولي لعل وعسى، وهي تدرك تماما أساسا أن الحوثي لم يلتزم وأن الحوثي يعني لا يمكن أن يتصالح أبدا مع الشعب اليمني. ومع هذا كل الخيارات بالنسبة للشرعية واردة. الآن الشرعية في حالة دفاع، والجنود وجنود الشرعية في الجبهات مدافعين لا مهاجمين، كذلك يعني
خلال الفترة القادمة بالتأكيد قد تعود كذلك يعني للدفاع من جديد عن يعني عن مناطق التي تقاطع سيطرتها. أعود إليك دكتور علي الذهب. إذن الميليشيا لن تخضع إلا بالانكسار العسكري، إذن ما الذي يعني يدور الآن؟ هل سيقتنع المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، حتى الصين، الرعاة الإقليميين بما يتم طرحه، أم كما هو الحال سيتم الضغط بالاتجاه في المسار السياسي؟ ما من شك أن الاتجاه السياسي هو الاتجاه المفروض والذي بدأته الأطراف الدولية منذ اتفاق ستوكهولم، لأنه تعثر إجراء عملية سلام شاملة ومتكاملة، ولذلك لجأ المبعوث السابق إلى يعني عملية سلام بتجزئة أو خطوات الأخرى، ولكنه لم يكمل ذلك. ثم جاء المبعوث الأممي الجديد غرينبرغ لينفذ نفس العملية، لكنه يحاول بعد عملية الهدنة الراهنة، الهدنة الإنسانية التي توصف على وسع نطاق بأنها إنسانية، إلى أن تتحول إلى وقف شامل لإطلاق النار، بمعنى أن المسألة لم تعد مجرد هدنة أو اتفاق محدود، ولكنه ينبغي أن يكون عملية سلام شاملة، وهذا ما يرفضه الحوثيون، لأنهم ينطلقون من إطار ضيق وهو الملف الإنساني، يعني أنهم يحاولون تحقيق المزيد من المكاسب العسكرية تحت مظلة الجانب الإنساني، ومن ثم يتحدثون بعد ذلك عن عملية سياسية. وهذا كمين في حد ذاته، لأنه سيسقط كافة الأوراق، أوراق الضغط التي لدى الحكومة أو التي يسيطر عليها التحالف، ومن ذلك فتح المطارات فتحا كليا وفتح الموانئ يعني وقف أي دعم لوجستي عسكري أو استخباري أو مادي من قبل التحالف للحكومة اليمنية، وفضلا عن ذلك تسليم الرواتب. تخلى الحوثيون عن ذلك بموجب اتفاق ستوكهولم، هم ألقوا به في قبضة الحكومة المعترف بهدفين كشرط جديد لاستئناف أو تجديد الهدنة، وهذا بطبيعة الحال يعني اتجاه يحاول الحوثيون فرضه. وأنا أتصور أن عملية السلام تخضع لمزيد من التنازلات، والحوثيون يدركون يعني وأنت بحديثك الآن ترجح القول الذي يتحدث بأن هذا التصعيد على الأرض من قبل الحوثيين هو فقط سعي لفرض المزيد من الشروط أو حتى إظهار الجدية بالشروط التي وضعها مسبقا. تفضل بالبقاء معي دكتور علي. أعود إليك دكتور ثابت، قراءتك لتحرك المبعوث الأممي إلى الصين وعرضه هناك، خطواته وما الذي سيقوم به في المسار السياسي والسلمي بما يتعلق باليمن، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ دعينا نقرر حقيقة ملموسة لدى الجميع، أن المجتمع الدولي بشكل عام واللاعبين الكبار يتعاطون، وقلت هذا أنا مرارا من قبل وتكرارا، يتعاطون مع القضية اليمنية ومع الملف اليمني من منظور مصالحهم هم، لا من منظور مصالح الشعب اليمني هكذا. لا شك للاعبين الكبار، للمجتمع الدولي، للأمم المتحدة، للأمريكا، للبريطانيين، بالتأكيد لهم نظرة مخالفة ومغايرة إلى حد ما للحكومة الشرعية وللتحالف، ولديهم نظرة ربما تختلف مع توجهات الصين في المرحلة الجديدة. قبل المبعوث الدولي غرينبرغ يعني المبعوث الأمريكي ليندر كينج أتى إلى المملكة العربية السعودية وانتقى قيادة الشرعية وقدم رؤية مغايرة، ولكن بالتأكيد لن تنجح. التحالف ميال بقوة نحو السلام، مهرول للسلام بقوة، يعني ضايط على قيادة الشرعية كذلك بقوة، ولهؤلاء كما قلت ربما نظرة مغايرة، وهي بالتأكيد كذلك. وعلى أي حال الرؤى في الوقت الحالي متقاطعة،
وما تفرزه او ننتظر للايام القادمه وما تفرزه وما تحمله من يعني من افكار جديده. يعني وفق يعني ما تراه انت دكتور ثابت، ايهما اقرب الى اليمن الان مع كل هذه المفارقات، هل الصلح ام الحرب؟ لا لا، ليس هناك صلح، لأن نكون صريحين، ليس هناك صلح مع جماعة الحوثيين مطلقا. ونحن إن أعلننا، وأقول على افتراض، أعلننا صلحا مع جماعة الحوثي، فالحال لا يعدو أن يكون عملية دفن للجمر تحت الرماد لا أكثر. ستهب أقرب عاصفة وستكشف الجمر وستعود الحرائق من جديد. لا يمكن على الإطلاق أن تكون هناك عملية سلام مع الحوثي. الحوثي إما أن يحسن بالحرب الآن أو نؤجل عملية الحرب، هذا كل ما في الأمر. ليست هناك سلام، هناك فقط تأجيل لعملية الحرب لا أكثر. هل يدرك المجتمع الدولي أيضا ما تتحدث به دكتور ثابت، بأن ما يحدث الآن هو فقط تأجيل لهذه الحرب؟ وهل سيستمر هذا اللاعب الدولي في الاستمرار يعني بالمضي قدما في أن يستنزف اليمن، يستهلك المواطن اليمني، إلى أين يعني؟ نعم، وتحديدا بريطانيا تدرك تماما هذه المسألة وتدرك التفاصيل والأبعاد، يعني تفاصيل التفاصيل كذلك، ربما أكثر مما يعرف اليمنيون أنفسهم. وهي لا يهمها على أي حال يعني أن يحترق حتى الشعب اليمني بكامل، لأن بالتأكيد لها أهداف بعيدة، لها أهداف تريد أن تصلها من خلال هذه العملية. وأنتم تعرفون ويعرف المشاهدين الكرام كيف خرجت هذه الجماعة بدعم غربي، لولا الضوء الأخضر ما خرجت أساسا من كوب مران، وما فتحت صنعاء أمامها، وما بقيت هذه يعني خلال هذه المدة الطويلة منذ الانقلاب وحتى اليوم. يعني الحوثي ليس بذلك القوة التي تمكنه من البقاء أبدا، هو باق بالتفاوض وبالحوارات التي يفرضها اللاعبون الكبار على قيادة الشرعية للأسف الشديد. وهل يمكن القول بأنه اللاعبون الكبار فقط هم من يدعمون استمرار هذه الميليشيات؟ ألم يخضع التحالف وسياسة السعودية والإمارات في هذا الجانب تعزيز قوة الحوثيين؟ التحالف قدم دعما من أول يوم، لكن لا تنسي أن الحاضرين في الملف اليمني ليس جهة معينة فقط بحد ذاتها، المملكة العربية السعودية أو حتى اليمن فقط، هناك لاعبون كثر في المشهد اليمني، ولهذا تعقد الملف بصورة أكثر ويزداد تعقيدا يوم بعد يوم، نظرا لتعدد اللاعبين ونظرا لتعدد وجهات النظر وتباين المصالح في الملف اليمني. وأتوقع أن هذا عملية التعقد ستستمر خلال على الأقل على المدى القريب، هي مستمرة. وبالتالي تفضل بالبقاء معي دكتور ثابت. أعود إليك دكتور علي الذهب، إذا ما سألتك عن استفادة الحوثيين من تشظي مجلس القيادة الرئاسي وهذه الأصوات التي يتبناها الانتقالي والتي دائما ما تضعف موقف الشرعية في مسار السلام. بطبيعة الحال الحوثي مستفيد من الاختلال الحاصل في صفوف الحكومة المعترف بها دوليا منذ بداية الحرب، وعلى وجه الخصوص بعد تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في 2017. ولذلك هي فعلا زادت حالة الشقاق داخل صفوف الحكومة، ولكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يستفيد منه الحوثيون. هناك العامل الخارجي وهو تأثير التحالف والقوى الدولية على قرار الحكومة المعترف بها دوليا. أكاد أقول أنه ليس لها قرار في حقيقة الأمر في وقت الحرب أو استئنافها مرة أخرى، لأن من يمد هذه الحكومة بالأسلحة أو لنقل حتى بالدعم السياسي والاستخباري وما إلى ذلك هو التحالف. والآن الحكومة أمام تحدي كبير وهو انخفاض يعني مواردها بسبب تعطل يعني ضرب المناطق المتعلقة بالصناعات النفطية والغاز من قبل تركيا، وهذا ما أشار إليه أيضا المبعوث الأممي. في كل الأحوال هناك عوامل كثيرة، والحوثي في موقف أقوى يحاول الاستفادة من كل هذه العوامل، فرضا عن المصالح الدولية، ما يتعلق بالاتفاق الامريكي، اتفاق النووي الايراني، ما يتعلق بالاتفاق السعودي، كلها تؤثر بشكل او باخر وتمنح الحوثي فرصه كبيره لفرض مزيد من الاملاك على الاطراف الاخرى.
وفي هذه النقطة بالذات الاقتصاد وضرب الموانئ الواقعة تحت سيطرة الشرعية، محاربة الشرعية من قبل الحوثيين اقتصاديا، لماذا لم نشهد موقف حقيقي، ضغط حقيقي من قبل المجتمع الدولي وأيضا الشرعية التي لا تحرك ساكنا في هذا المجال، لا توجه اتهامات مباشرة، يعني لم تصعد خطابها في هذه النقطة وهي المتضرر الرئيس؟ حقيقة أنا حتى أنني أشك في الأطراف الدولية والإقليمية في هذه المسألة. نعم. لأنها فيها فرض إملاء على الحكومة التي كانت ربما أدت نوعا من الممانعة في تحمل أعباء الرواتب، لأنها مسألة تتعلق باتفاق ستوكهولم. نعم. وإن كانت هذه المسألة جزئية فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لسيطرة الحوثي، فيبدو أن الضربة على هذه المناطق تصدير النفط في المكلا وفي شبوة غض الطرف عنها، ولم تستطع الحكومة الرد، بل عمدت إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، ثم اتخذت بعض التدابير الذي قلت في حينها أنها لن تؤتي ثمارها على الإطلاق ما لم يكن هناك ردا مماثلا، لأن الحوثيين أمنوا من التحالف الاستجابة العنيفة بموجب أحكام الهدنة بحكمها الأول، فذهبوا إلى التصعيد العسكري داخليا، وهذا طبعا منحهم الكثير من الفرص في التقدم على الأرض وفي تحركاتهم في الجوف وفي نعرب وفي صعدة وفي تعز. نعم، كل هذه الأمور تخدم الحوثيين بشكل أو بآخر، ولا نحمل الحكومة وحدها هذا الجانب، ولكن نحمل التحالف في المقام الأول. أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي الذهب الخبير العسكري، وأعود إليك الدكتور ثابت. إذا كيف ستستطيع الشرعية الحفاظ على وجودها في ظل كل هذه التعقيدات التي تحيط بها تشظي داخل مجلس قيادتها، وأيضا يعني حرب اقتصادية تقوم بها ميليشيا الحوثي وخذلان إقليمي؟ في الواقع الشرعية فعلا أمام ظرف حرج للغاية، وأمام يعني تضاريس معقدة، تضاريس سياسية معقدة تزداد تعقيدا يوم بعد يوم، وعلى أي حال الرهان إلى حد كبير على الشعب اليمني في أن يثأر لكرامته ضد هذه الجماعة، ومهما يكون لن تدوم هذه الجماعة بأي حال من الأحوال، وسيقول الشعب كلمته القاطعة يوما ما، وحربنا مع هذه الجماعة حياة وحياتنا معهم حرب، ولا يمكن على الإطلاق أن يستمروا إلى ما لا نهاية. هم الآن ربما يستمدون بقائهم من بعض الخلافات ومن بعض المشكلات المركبة داخل بنية الشرعية نفسها، لكن في حال حسمت الشرعية أمورها بصورة نهائية ورفع المجتمع الدولي ضغوطه على قيادة الشرعية، من الممكن أن تتحرك ومن الممكن أن تحسم الشرعية أمرها بصورة نهائية في المستقبل على المدى المتوسط على الأقل. وبالتالي ما الذي يريده المجتمع الدولي من هذه الشرعية الآن؟ كيف سيرفع هذا المجتمع ضغوطه عنها؟ ما المطلوب منها؟ المجتمع الدولي ربما أو على الأقل بعضهم على الأقل لا يعرف هذه الجماعة عن قرتان، ربما باستثناء البريطانيين الذين يعرفون التفاصيل كثيرا، لكن هناك من يؤمن للأسف الشديد، هناك من بعض الأطراف الدولية أو حتى الإقليمية من يؤمنون على الحوثي أن تكون جماعة سلام ويدعونهم كذلك للسلم ويفاوضونهم، وهم لا يعرفونهم حقيقة المعرفة، ولهذا هناك من يقول نقلل من كلفة الخسارة ومن كلفة الحروب، لأن الحروب لها مشاكلها، وهم غير مدركين ربما أن بقاء الحوثي يوما واحدا في السلطة يكلف اليمنيين الكثير أكثر مما لو دخلت الشرعية معهم في حرب خاطفة وحرمت المسألة بصورة نهائية. شكرا جزيلا لك الدكتور ثابت الأحمدي المحلل السياسي، وأيضا أشكر ضيفي الدكتور علي الذهب الخبير العسكري. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في زوايا حدث جديد.